التغطية الإخبارية مستمرة مع حضراتكم، ومعي في الاستوديو الأستاذ محمود أبو الحسن الباحث بمركز الأهرام للدراسات. أبو القاسم أنا عندي مشكلة النهاردة في الأسئلة. معلش ضغط الشغل يعني، ربنا يكون في عونكم يعني. الاجتماعية والتاريخية، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. يمكن هذه الانتخابات ظهرت فيها مجموعة من الظواهر اللي خلت الجميع يجمع على فكرة الوقوف والبحث ودراسة هذه الظواهر التي يعني يمكن فاجأتنا، لم نكن نتوقعها، من ضمنها نسبة الإقبال، من ضمنها فكرة الرشاوة الانتخابية وظهورها مرة أخرى بشكل كبير وغيرها من الظواهر. هل بدأت فعليا مراكز الأبحاث في دراسة ما حدث وما أدى لهذا المشهد؟ في الحقيقة الغالب على الساحة العامة أن معظم المراكز الأبحاث والباحثين هم بيتفاعلوا مع اللحظة، لأن هم بيتابعوا الانتخابات من خلال الفضائيات ومن خلال بعض الندوات، لكن أعتقد أن ما فيش كتير أوراق مكتوبة خرجت يعني. بس كان إحنا لينا الشرف السابق يعني أن إحنا في مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية اللي بيرأسه الأستاذ هاني رسلان، وأنا مدير تحرير مجلة رؤى مصرية، أن إحنا أصدرنا عدد من المجلة كان بيتناول أهم التفاعلات والنتائج اللي أسفرت عنها المرحلة الأولى من الانتخابات، ودي طلعت بعد أسبوع من النتيجة بتاع المرحلة الأولى، ودي غطت عديد من الظواهر اللي هي ظهرت. يعني إيه بقى أهم الظواهر؟ في الحقيقة إحنا كان عندنا عدة ظواهر في المرحلة الأولى. أولا تكشف فكرة نسبة المشاركة، انخفاض نسبة المشاركة. إحنا حاولنا نتكلم ونستفيد في الموضوع ده، وطرحت أنا موضوع شخصيا كمقدمة للعدد عن موضوع نسبة المشاركة، واتكلمت فيه في عنوان تاريخ السياسة وفرص استعادة كفاءة النظام السياسي. يعني بنتكلم الانتخابات اللي إحنا بنمر فيها بصفة عامة ديك، هل هي هتمكننا من احنا نستعيد كفاءة النظام السياسي، وايه هي التركيبة البرلمانية اللي هتبقى موجودة وخلفيتها. وتناولنا برضو في الموضوع دوك حاجة عن قراءة في النتائج، الهيئة الناخبة، ايه اللي حصل، التغيير اللي حصل على الهيئة الناخبة والمشاركة. انا بس عايزة اتوقف الاول عند نسبة المشاركة واللي ليها علاقة بالاداء السياسي. هنا العزوف عن المشاركة ليه؟ يعني في احباط من العمل السياسي، في عدم يعني اهتمام، في انصراف للناس لقضايا أخرى، ولا إيه السبب يعني تحديدا في الجزئية السياسية؟ هو في الحقيقة المشاركة السياسية بصفة عامة هي بتعني أي نشاط يقوم به المواطن من أجل التأثير في عملية صنع القرار، من أجل التأثير على القرار، على صنع القرار. المشاركة الانتخابية هي مجموعة صورة من أوجه من أوجه اللي هي المشاركة السياسية بصفة عامة، لكنها بتتسم بأنها منظمة، وبتتسم بأنها شرعية، وبتتسم بأنها سلمية. الهدف من العملية الانتخابية في النهاية أن المجتمع بيبقى بيمر بمرحلة ما، وفي توترات موجودة داخل المجتمع. التوترات دي مش مقصود بها أنها قلق أو عدم استقرار، هو توترات نتيجة الحراك الاجتماعي، في مطالب المجتمع عنده، مطالب سياسية، مطالب اجتماعية. وإحنا شايفين قد إيه الفترة اللي فاتت بعد 25 يناير في حراك شديد جدا في المجتمع، المجتمع مسيس بدرجة كبيرة جدا، عنده مطالب كبيرة. من هنا كانت فكرة نسبة المشاركة لها أهمية، عشان كده بعد 25 يناير كان في مشاركة واندفاع كبير قوي نحو المشاركة، وصلت ل 52% أو كانت بتتراوح في كده لحد الانتخابات الرئاسية في 2014. لما تنخفض النسبة مرة واحدة من الرقم الكبير ده يجب ان احنا نتوقف. ليه النسبة قلت بصورة كبيرة جدا من 52% في انتخابات 2011 ومن 47 وفي انتخابات الرئاسية 2014، ليه انخفضت وتوصل لما بين 25 و30، وفي جولات القعدة بتنخفض ل20؟ ده في دلالة كبيرة جدا في المشاركة السياسية. هل قنوات المشاركة السياسية مغلقة على قطاعات معينة من الناس؟ بنطرح على اسئلة واحنا محتاجين ليها الاجابات، فبالتالي احنا بنتناول الظاهرة من هذا الجانب. في كمان حاجة تانية في المشاركة السياسية، طبعا كتير جدا من الناس اتكلموا عن أسباب العزوف، ممكن أحباط، ممكن فقدان الأمل، ممكن في ناس أرجعتها لأن الناس ملل، في أسباب كتيرة. لكن في حتى داخل المشاركة نفسها في عملية نوعية
في المشاركه، المشاركه ما بين الريف والحضر، وده الخطر الكبير في الحقيقه اللي بتمثله العمليه، لانه انا بقول انه خطر، لان لما حضرتك تقصد ايه المشاركه؟ الحضر، المشاركه ما بين الريف والحضر، في حصل ان الحضر تراجع نسبه المشاركه فيه بصوره كبيره جدا، القاهره تراجعت ل 19%، بعد كده كانت بتوصل لاكثر من 50% في الاستحقاقات السابقه، بورسعيد السويس 18، بنلاقي ان هي نسبه المشاركه فيها بدات تزيد في الريف، لكن في الحواضر يعني عواصم المحافظات النسبة قليلة، لكن في الريف تزيد توصل ل 40%، وده اللي خلى نسبة المشاركة في يعني ممكن كان في القليوبية بعض لجان توصل ل 40%، لكن في النهاية نلاقي على مستوى المحافظة تلاقيها النسبة انخفضت ل 33 و 32، انخفضت ليه؟ لأن الحضر ما بيحضرش. دي لها دلالة أكبر، لأن ده بيقودنا إلى إن احنا يبدو إن احنا رجعنا لده كان نمط التصويت قبل 25 يناير. هل هنا الموضوع له علاقة بعلاقات عائلية؟ يعني يمكن في الريف ارتباطات اكتر عائليه، فالعيله كلها بتقف جنب المرشح، يمكن دي مرتبطه بيها ليها علاقه بالطبع، ليها علاقه بطبيعه النظام الانتخابي وطبيعه تقسيم الدوائر. احنا لما كان عندنا دوائر متسعه كانت الافكار والبرامج هي اللي بيتم على اساسها لاختيار الافراد، انما لما ضيقنا الدوائر ولما عملنا نظام انتخابي بيعتمد على الشخص الفرد والعلاقات الشخصيه ما بين الناخب والافراد، بالتالي رجعنا للعصبيات والعلاقات الشخصيه في التصويت ونمط اللي هو التقليدي نموذج النائب التقليدي، وبالتالي ده اثر على نسبه المشاركه في المدن، وهو ترتفع في الريف لان العلاقات الاجتماعيه متداخله وقوية وبتؤثر على نسبة المشاركة، لكنها في المدن ضعيفة، المدن محتاجة المدن ذات طابع حداثي، فيها الطبقة الوسطى، فيها ناس متعلمين، فيها ثقافة سياسية أعلى، وبالتالي هي يروح المثقف والمتعلم للانتخابات إذا كان هناك في برامج وإذا كان هناك أطروحات كبرى مهمة تعالج الإشكاليات التي الموجودة على الأرض، لكن في الريف هو بيصعد وفقا للعلاقة الشخصية وفقا للمصالح وفقا لل... هل هنا الخدمات اللي بيقدمها النائب أو اللي اتصل في أقصاها للرشوة المباشرة، هل دي ممكن تكون ليها علاقة بنسبة تصويت أعلى في الريف عن المدن؟ في الحقيقة لا، مش هي صاحبة الرقم، يعني ممكن تكون عامل، لكن هي مش هي الأساس في أن نسبة المشاركة بتزداد في الريف، بدليل أن احنا أنا من لجنة موجود في لجنة تبع مركز بنها، نسبة المشاركة في المرحلة الأولى في اللجنة دي في اليوم الأول كانت وصلت ل 1500 ناخب، بما يعادل 18% من عدد اصوات الناخبين اللي هم كانوا اليوم الاول كانوا اللي هم كانوا 8000 18 يوم في اليوم الاول، لما خلص اليوم الثاني وصلت عند 3300، يبقى بالتالي احنا وصلنا لحاجه 40%. لما جينا في جوله الاعاده انا بسال امبارح يا جماعه التصويت وصل لحد كام؟ قالنا وصلنا ل 650 صوت 8%. يبقى المال السياسي هنا هو مش موجود، هو الناخب كان طالع لان في القريه دي كان في مرشح، الناس خرجت عشان تدي له صوتها، المرشح خرج من العمليه انتخابية وخرج مرشحين اخرين من الكرة المجاورة لهم علاقات داخل اللجنة داخل المكان دوت، خرج المرشحين وخرج معاهم الناخبين بالتالي، وبالتالي انخفضت نسبة المشاركة. يبقى هي المشاركة معتمدة على العلاقة الشخصية ما بين الناخب وما بين الفاية دي اللي اثرت بصورة، انما المال السياسي موجود وملحوظ وبيلعب دور، لكن مش في كل الاماكن، وهو بيستفيد من نسبة المشاركة المنخفضة، لان احنا لو نسبة مشاركة عندنا عالية المال السياسي ما يأثرش، المال السياسي يأثر لما يكون في نسبة مشاركة منخفضة. أنا لما اشتري 1000 صوت في وسط عدد حضور 5000 صوت هو مؤثر، إنما لما يحضر 20000 صوت أنا ما أقدرش أعمل بالمال السياسي حاجة، وده كان عندنا دلائل في المرحلة الأولى في بعض الدوائر أنفق فيها في القاهرة هنا أموال طائلة، لكن أصحابها ما قدروش يحصلوا على أصوات، وبالعكس حصل مرشح حداثي في مريد نصر مثلا على المقعد من المرة الأولى اللي هو الدكتور سمير غطاس، وتفوق على أباطرة المال في الدائرة وقدر ينجح، وهم ما دخلوش حتى عادة وتقدم ناس اخرين، لان الدايره ذات طبيعه خاصه في هنا في تعويل اكتر على الثقافه، في تعويل على الثقافه. طيب المال السياسي يلعب في منطقه الفقر طبعا والمناطق الفقيره وبعض الارياف واللي ما فيهاش يمكن نسبه تعليم، حتى ليها تعليق على ايه الاختلاف ما بينها في الظاهره في المرحله الاولى والمرحله الثانيه. هنرجع للنقطه دي، بس اسمح لنا نذهب سريعا للمنوفيه، واحده من المحافظات المشتعله المفروض انتخابيا. معنا من هناك ماجد عبد الله. ماجد، اطلعنا على الاجواء الانتخابيه لديك، واحنا عارفين ان المنوفية بطبيعة المرشحين اللي داخلين فيها في منافسة قوية. أنا مش سامع الصوت كويس، معلش. أسألك عن ملاحظاتك وأسألك عن المنافسة إلى أي مدى هي محتدمة ما بين تيارات مختلفة. تمام،
يعني أنا متواجد حاليا في محافظة المنوفية، تحديدا في دائرة شبين بمدرسة الثانوية القديمة بنات. يعني لنبدأ من بداية اليوم، يعني المشهد هنا في جولة الإعادة في اليوم الثاني لا يختلف كثيرا عن المشهد مقارنة بيوم أمس في اليوم الأول، يعني الذي بدأ اليوم بدأ بضعف الإقبال ويصل إلى تقريبا النسبة المتوسطة من حيث إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع. هذا المشهد إذا ما قارناه بالجولة السابقة أي الجولة الثانية الأسبوع الماضي نجد أن هناك اختلاف كبير. ففي الأسبوع الماضي كنا بنشهد كثافة عددية كبيرة من قبل الناخبين وإقبالهم على صناديق الاقتراع. نحن الآن بصدد 12% نسبة الإقبال تقريبا في اللجان الانتخابية، ولكن مع قرار مجلس الوزراء بتخصيص اليوم نصف عمل فقط ربما هذه النسبة تزيد ويزيد الإقبال على الصناديق الانتخابية. وعلى الرغم من تأرجح هذه النسبة ما بين الإقبال الضعيف والمتوسط، لا زالت السيدات ولا زال كبار السن هم المتصدرين المشهد في العملية الانتخابية على حساب الشباب الذين يعتبروا غائبين نسبيا عن المشاركة في هذه الانتخابات. من ناحية أخرى أصدرت اللجنة العامة للانتخابات في المنوفية برئاسة المستشار صبري البنا بيانا يفيد في أن هناك 3 لجان فقط في محافظة المنوفية تأخرت عن فتح أبوابها أمام الناخبين لمدة نصف ساعة تقريبا نتيجة تأخر المستشارين ووصولهم إلى هذه اللجان، ولكن حلت المشكلة واستكملت العملية الانتخابية. أشادت أيضا غرفة العمليات هنا في المحافظة بسير العملية الانتخابية وقالت أنه لا مشكلات حتى هذه اللحظة. أما فيما يخص الرشاوة والمخالفات فالرشاوة حتى هذه اللحظة غير ما موجودة، وإن كان هناك بعض اللغط وبعض الأقاويل تندرج تحت الشائعات لم يتم حتى هذه اللحظة تقديم أي بلاغات أو كتابة محاضر بخصوص هذا الشأن. ربما المخالفات يعني الوحيدة التي حصلت بالأمس في اليوم الأول في جولة الإعادة لم تتعدى أكثر من قيام بعض المرشحين باستخدام السيارات وقيام ببعض المسيرات خارج اللجان وقيام أنصار بعض المرشحين الآخرين بإلصاق بعض البوسترات والصور الدعائية خارج اللجان، والتي قام رجال الأمن بإزالة هذه الملصقات. فيما يخص المراقبين الدوليين هنا في اللجنة التي أتواجد فيها وهي المدرسة الثانوية القديمة بنات في دائرة شبين قامت بعثتين بزيارة هذه اللجنة. كان أبرز تركيز هذه البعثتين مع المستشارين ومؤساء اللجان بالذات، كانت أكثر أسئلتهم حول كيفية التعامل مع الناخبين، متى فتحت اللجان، ومتى تحديدا في أي ساعة وفي أي دقيقة بالضبط دخل الناخبون في إلى اللجان الانتخابية. وهذا السؤال بالتحديد يرجع إلى ملاحظة المراقبين الدوليون الفرق الواسع والشاسع بين الإقبال في الجولة في الأسبوع الماضي وجولة الإعادة. فيما عدا ذلك الإقبال بحسب ما جاء على تصريح بحسب تصريح جاء على لسان الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الذي وصف الإقبال بأنه متوسط وأنه لا يمكننا أن نحدد ضعف الإقبال في الساعات الأولى بالصباح بأنه يعني أن هذه الجولة ضعيفة أي جولة الإعادة، ولا يمكننا أن نحدد حتى هذه اللحظة أي مشاركة قد نصل حتى نهاية هذه الجولة. التأمين في المحافظة في محافظة المنوفية في اللجان محكم للغاية من قبل قوات الجيش والشرطة. هناك خدمات تقدم إلى الناخبين خاصة كبار السن. نلاحظ في داخل اللجان وجود فرق من الهلال الأحمر تقدم مساعدات طبية لمن يحتاجها. هناك أيضا رعاية كبيرة للناخبين خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. يعني العملية حتى هذه اللحظة تسير بشكل جيد. ننتظر مزيدا من الناخبين يزورون اللجان وقيام بإدلائهم بأصواتهم خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بتخصيص نصف يوم عمل. لكن يعني مرة أخرى
هذه الحالة من المشاركة موجودة في اللجنة التي تتواجد فيها فقط، أم أنك يعني رصدت مجموعة من اللجان وعلى هذا الأساس كان التقييم العام أن نسبة المشاركة ليست بالقوية؟ لأني أرى في خلفك في مشاركة، يعني أرى وجود بعض الأشخاص اللي ذهبوا للتصويت، بعض الناخبين. نعم، يعني المشاركة هنا في اللجنة التي أتواجد فيها نسبية نوعا ما، يعني كما قلت وذكرت هي المشاركة تعتبر تتراجح ما بين الضعيفة والمتوسطة، يعني أحيانا نجد أن هناك مجموعات تأتي وأحيانا نرى أن الأشخاص يأتون فرادى، لكن إذا ما تكلمنا عن القرى هنا في محافظة المنوفية نجد أن القرى هي التي تشهد فقط الإقبال الكبير في المشاركة من قبل الناخبين نتيجة وجود عصبيات وقبليات و جهويات ما بين الناخبين وبعضهم، ولكن بصفة عامة الإقبال ما بين الضعيف والمتوسط، يعني من وقت إلى آخر نجد أن هناك مجموعات فيقترب المشاركة من المتوسط. أحيانا كثيرة نجد أن الناخبون يأتون فرادى، يعني من وقت إلى آخر نجد فرد أو اثنين يأتون يدخلون اللجنة ويخرجون مرة أخرى، ثم نجد أن هناك مجموعات ربما من 5 إلى 10 يأتون في وقت واحد، فهذه هي الحال داخل اللجان. شكرا جزيلا ماجد عبد الله مراسل قناة 10 كنت معنا من المنوفية، ونفس الكلام اللي حضرتك كنت بتتفضل بيه ان فعلا نسبة المشاركة في الريف، هو اكد من خلال تواجد ميداني في هذه المناطق ان نسبة المشاركة في الريف مرتفعة عن المدن في محافظة المنوفية، وربما هذا الحال ينطبق على غيرها من المحافظات. وتوقفنا في الحديث عند الرشاوى الانتخابية واللي حضرتك قلت ان هي مختلفة من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية كما تم رصدها. نعم، هو في المرحلة الثانية يعني كل الناس اتكلمت انها ظهرت بصورة فجة بصورة كبيرة، انما هي كانت محدودة الملاحظة في المرحلة الأولى. طبعا هو في المرحلة الأولى كانت المحافظات اللي بيتم فيها الانتخابات كانت معظمها في الصعيد، والمحيط والصعيد مجتمع محافظ ومجتمع تقليدي وهو مجتمع قبلي، وغالبيته على معرفة الأفراد على معرفة ببعضهم، وتمثل الرشوة الانتخابية سبة عيب بالنسبة لهم وعيب، وبتدخل في مسألة كرامة ومسألة كمان ذات بعد ديني، وهناك يبدو أن الصعيد فيه ما زالت المجتمع متماسك إلى حد ما ولديه قدرة على مواجهة مثل هذه الظواهر السلبية، وده بطبيعة المجتمع. لكن رغم كده كانت ظهرت في اسكندرية وفي البحيرة في المرحلة، يعني هي في نفس المرحلة اللي كانت فيها كانت ظاهرة، لما ظهرت في اسكندرية والبحيرة، وأكبر رصد كان ليها كان في المحافظتين دول اللي هم برضو بينتموا لشمال الشمال أو منطقة الدلتا. وبالتالي في المرحلة اللي احنا موجودين فيها احنا في رجال الأعمال المنتشرين أو الأقوياء أو اللي عندهم رصيد ضخم من المال السياسي ولديهم فاعلية في العمل العام هم موجودين في الشمال في القاهرة والمدن الكبرى والمدن الصناعية، وهم دول اللي بيستخدموا المال السياسي، وبالتالي ده عامل آخر خلى الظاهرة ظهرت بالصورة دي. في الإطار العام بصفة عامة فكرة المال السياسي، هو المال السياسي في حد ذاته ما هوش عيب، المال السياسي موجود في كل الانتخابات، لكن هو المشكلة كلها في الرشاوة الانتخابية، الرشاوة أو الاستخدام السلبي للمال في التأثير على نتائج العملية الانتخابية. احنا كنا في السابق كان المال السياسي يستخدم مثلا في مصالح ذات نفع عام، كان المرشح يروح يبني مستشفى، يبني مسجد، يبني يقدم تبرعات للكنيسة عشان يقدر، فكانت في النهاية ما كانتش بتبان في صورة انها رشوة انتخابية، كان الرجل بيحاول يعظم من رأس ماله الاجتماعي عشان يحصده في النهاية اصوات. دلوقتي هو لان في الانتخابات دي استثنائية الوقت محدود فلازم يكسب على قد ما يقدر اصوات، والظروف مختلفة والعملية السياسية بتمر في مرحلة احنا دقيقة ومختلفة وفيها النظام السياسي يبدو لسه مش مكتملة كل اركانه، فهو في تلهف من أجل الوصول إلى البرلمان، من أجل حجز مقعد في الواجهة السياسية، من أجل حماية المصالح من جانب رجال الأعمال، ففي اندفاع قوي نحو حصد المقعد بأي طريقة وبأي وسيلة بصرف النظر عن تكوين رأس مال اجتماعي مبني على أساس سليم من البرامج ومن الانتشار العام بين الناس. المحافظات والدوائر اللي كان فيها مرشح بعينه كان تقريبا محتكر هذا المقعد، دلوقتي خلاص يعني زي ما بنقول ممكن تكون الوشوش اتحرقت، خلاص ما بقاش مسموح بيه ان هو يدخل مره اخرى للانتخابات، والامثله على ذلك موجوده.
هل بقى في بديل عنه؟ هل بقى في من ينوب عنه؟ هل بقى في من يضمن الحفاظ على مصالحه هو يرعاه وهو والطرف الآخر يتقدم في ظل رعاية هذا الرجل؟ وغالبا بيكون رجل أعمال، بيبقى في مرعاة، بيبقى في إنفاق على الدعاية الانتخابية في مقابل بعد كده أنه يحافظ على مصالحه. ده موجود؟ وهل يعتبر من الظواهر اللي تم رصدها؟ هو في الحقيقة هو كان في ميل، رغم أن كان في ظواهر سلبية مختلفة، لكن كان في ميل كبير عند الناخبين للتغيير وعدم انتخاب الوجوه القديمة. احنا لما نلاقي الانتخابات رجعت بصورة كبيرة لنمطها القديم، وفي النهاية كتير جدا من نواب الحزب الوطني سقطوا، كتير جدا من الناس اللي استخدمت المال السياسي في المناطق الحضرية برضو ما قدروش ينجحوا، يبقى في شيء تغيير حقيقي في المجتمع هو محتاج المشاركة الإيجابية عشان يصعد. لكن هل القنوات مفتوحة أمام تصعيد القيادات شابة جديدة لملء الفراغ اللي هو كان موجود على الساحة السياسية؟ للأسف القنوات مغلقة، لأن احنا ما عندناش في الحقيقة أحزاب سياسية حقيقية. احنا في النهاية بنقول إن الأحزاب السياسية حصدت مقاعد ووصلت لحققت أرقام جيدة بالمقارنة بالمستقلين، ودي نسبة غير مسبوقة، لكن ده كله كلام نظري وأعداد وأرقام. ده كله أرقام، لكن هو في النهاية ما عندناش أحزاب عندها قاعدة جماهيرية وبالتالي قابلة للانتشار أكتر ونقل مطالب وتقديم نفسها كبديل في لحظة معينة، وحيازة رأي الناس أو حيازة اهتمامهم، وبالتالي نقل مطالب الناس إلى مشاريع وإلى برامج. إحنا في النهاية بنتكلم على أحزاب ما عندهاش برامج متميزة. عندنا 50 حزب داخلين الانتخابات، كل البرامج تكاد تكون متشابهة، عبارات فضفاضة، ليس هناك برنامج محدد، ليس هناك أيديولوجية محددة. في إشكالية كبيرة في عمل الأحزاب، وإحنا الثقافة السياسية المصرية للأسف ما على مدار تاريخنا الحزبي قللت من دور الأحزاب وحجمت من دوره، والممارسة السياسية في ذات الوقت أدت نفس الدور وقالت إن الأحزاب دورها ضعيف ومش قادرة تطرح نفسها كبديل على الساحة، وبالتالي الناس في النهاية بتذهب إلى الانتخابات للتصويت على أسس غير علمية وفقا للأنظمة الانتخابية الحديثة ووفقا لبناء نظام سياسي قوي. هل ده يفسر عدم وجود معارضة بشكل واضح؟ يعني حتى سواء مستقلين أو الأحزاب اللي دخلت البرلمان ما فيش توجه للمعارضة، كل التوجهات في إطار يعني موالاة بشكل كبير. هل نقدر نقول أن ده يفسر عدم وجود هذه المعارضة؟ في الحقيقة لأن الأحزاب الموجودة على الساحة هي لما نزلت عشان ترشح تختار مرشحين من الدوائر هي راحت للنماذج الجاهزة والنماذج المعلبة، والنماذج دي جماعها بينتمي للشبكة التراثية الانتخابية القديمة أو لدولاب الدولة أو للون سياسي معين، فبالتالي كل المتنافسين أنا لا أعتبرهم متنافسون، لأن هم في النهاية كلهم بيطرحوا نفس الأفكار وكلهم بيدعموا السلطة الموجودة ومفيش حد بيقدم نفسه كبديل، وده لطبيعة المرحلة اللي احنا بنمر بيها. احنا بعد 3 يوليو كان المفروض أن خريطة الطريق بتقول أن مجلس البرلمان هو اللي هيتشكل الأول بعد الدستور، لكن احنا حصل تقديم للانتخابات الرئاسية، ده عمل ربكة في بناء النظام السياسي الجديد اللي احنا بنبقى موجودين فيه، ما خلاش عندنا حزب موجود في السلطة وأطراف أخرى معارضة بتقدم نفسها كبديل. وبالتالي لما انتخبنا الرئيس الأول كل الناس بتؤيد الرئيس، كل الناس بتحاول تروج ما بين الناس على اعتبار ان الناس عندها أهمية مركزية الدولة، ده عامل رئيسي وكلها بتسعى وراء الدولة، فكله بيقدم نفسه ان هو حزب الدولة، هو الحزب القريب من النظام. لكن انا اعتقد برضو ان الامر ده مش هيستمر طويلا، والانتخابات مجرد ما تجرى هيبقى فيه شيء مختلف في البرلمان، لان التفاعلات من خلال الممارسة، التفاعلات في النهاية في طرف هيقرب وفي طرف هيبعد، واللي هيبعد هيبتدي ياخد موقف آخر. عندنا أطراف تانية بره المشهد السياسي معارضة زي حزب الدستور والتيار الشعبي وأطراف هي سياسية فاعلة وكانت لها تأثير في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، دي كلها هتلعب دور وهتوجه انتقادات للسلطة وهتوجه انتقادات للحكومة وهتوجه انتقادات لأداء ما البرلمان، وبالتالي هيتشكل وهيبان شكل النظام السياسي من البداية. طيب اسمح لي أستاذ محمود نتوقف الآن مع موجز وفترة إخبارية موجزة لأهم وآخر الأنباء الخاصة بالانتخابات البرلمانية، تصحبنا فيها الزميلة سمر نجيدة. تفضلي سمر.
شكرا زميلي العزيزة إيمان. مشاهدينا سنذهب لنلقي نظرة على آخر الأخبار بخصوص العملية الانتخابية في يومها الثاني والأخير في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية. أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته في مدرسة مصر الجديدة النموذجية الإعدادية بنات في جولة الإعادة من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بدائرة مصر الجديدة والنزهة، وتجرى انتخابات جولة الإعادة من المرحلة الثانية بدائرة مصر الجديدة والنزهة بين 4 مرشحين. أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا لكافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية باعتبار اليوم نصف يوم عمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري باختيار ممثليهم في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مع مناشدة القطاع الخاص بتقديم التيسيرات اللازمة للعاملين لديه لممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات البرلمانية. تفقد ممثل المنظمات الدولية التي حضرت لمتابعة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية اليوم، تفقدوا عددا من اللجان الانتخابية بالقاهرة والمحافظات لمتابعة سير العملية وتسجيل ملاحظاتهم، وتوجهت لجان البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية للجان القاهرة والمحافظات المختلفة، ونشرت البعثة مراقبيها في 10 محافظات منها القاهرة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والشرقية والدقهلية ودمياط والإسماعيلية. أعلن السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن مساء أمس الثلاثاء نتيجة عملية الحصر العددي لأصوات المصريين المقيمين في المملكة الذين أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية. وأفاد السفير ثروت رئيس اللجنة الانتخابية في عمان بأن إجمالي عدد الناخبين في لجنتي عمان والعقبة على مدار يومي الانتخابات قد بلغ 926 صوتا من بينها 16 صوتا باطلا. جدير بالذكر أن إجمالي عدد أفراد الجالية المصرية في الأردن وفقا للتقديرات الرسمية يبلغ 300 ألف مواطن، فيما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن العدد يتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف مواطن. انتهت لجنة السفارة المصرية بالكويت من فرز نتائج التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي تمت على يومين متتاليين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء. وقال السفير ياسر عاطف سفير مصر لدى الكويت أن عدد من قام بالتصويت في لجنة السفارة المصرية بالكويت على مدى اليومين في جولة الإعادة اقترب من 2700 صوت. وأضاف السفير ياسر عاطف أن النتائج أرسلت عقب انتهاء الفرز إلى اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة. كانت الجالية المصرية بالكويت قد سجلت أعلى نسبة مشاركة بين الجاليات المصرية بالخارج، حيث وصل عدد من قاموا بالتصويت فيها في المرحلة الثانية إلى ما يزيد على 12,000 ناخب. أكد المستشار ثروت عامر رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية أن نسبة المشاركة في اليوم الأول من جولة الإعادة بدائرتي محافظة شمال سيناء سواء الأولى ومقرها العريش أو الرابعة ومقرها مدينتي بئر العبد ورمانة كانت 15%. وأوضح عامر أن اللجان شهدت إقبالا للسيدات بمعظم أعمارهن أكثر من إقبال الرجال. وأضاف رئيس المحكمة أن اليوم الأول من جولة الإعادة تم دون أي معوقات ولم يشهد ما يعكر صفه، مشيرا إلى أن اللجان شهدت تأمينا مكثفا من قوات تابعة للجيش والشرطة لمقار اللجان وتنقلات القضاة وأماكن إقامتهم. أشادت رئيسة بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات السفيرة هيفاء أبو غزالة بحسن سير العملية الانتخابية، وقالت إن الانتخابات تشهد تأمينا وتنظيما جيدا، بالإضافة إلى وجود خدمات إضافية من خلال الشرطة النسائية وكذلك وجود المراقبة.
وقالت إن هذا يؤكد حرص القيادة المصرية على أن تمر العملية الانتخابية بأعلى قدر من النزاهة والحيادية. وأشارت أبو غزالة إلى أن بعثة الجامعة من خلال انتشارها في 9 محافظات لوحظ وجود دعاية انتخابية لبعض المرشحين خارج اللجان، خاصة وأن عملية الإعادة تتم بين المرشحين على المقاعد الفردية. هذه كانت كل الأخبار لدينا في هذا الموجز السريع. سنعود مرة أخرى إلى زميلة إيمان لنستكمل هذه التغطية الخاصة والمباشرة على تان تي في لفعاليات اليوم الأخير من الاستحقاق الثالث على خريطة الطريق. إليك إيمان. شكرا سمر، ومرة أخرى أرحب بضيفي أستاذ محمود أبو القاسم الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية. أهلا بحضرتك. كنا بنتحدث عن أهم الظواهر اللي كانت مميزة للانتخابات البرلمانية 2015، ويمكن يعني هي كانت خارج التوقعات، في معظمها كانت خارج التوقعات. من ضمن الظواهر أيضا كان عدم وجود برامج انتخابية واضحة بتميز كل مرشح أو كل حزب، ما فيش آليات حتى لتنفيذ الشعارات اللي تم ترديدها. حضرتك بتفسر ده بإيه؟ بداية هو تفسيره في غياب الأحزاب بصورة حقيقية، ما فيش أحزاب حقيقية موجودة على الأرض. لو في أحزاب حقيقية يبقى في برامج، والبرامج يبقى ذات مضامين. إنما لما نشوف إن الأحزاب لجأت لأنها تنزل تدور على برلماني جاهز أو برلماني معلب، يعني مجرد ما هتحطه على قوائمها هيبقى عنده فرصة في الفوز، هي ما بنتش قواعد تحت على الأرض، ما قدرتش، ما عندهاش جذور اجتماعية، ما عندهاش الكوادر الخاصة بيها اللي الحزب مربيها، وما عندهاش كوادر. احنا عندنا أزمة ثقافية في الثقافة السياسية المصرية للأسف بتخلي الأحزاب بالصورة اللي احنا بنشوفها دي. احنا عندنا حتى في المرحلة الليبرالية كانت الأحزاب متصارعة، وكانت مستقطبة أو مسيسة ما بين الملك والقصر، ما بين القصر وما بين الاحتلال، وبالتالي الأحزاب ما كانتش. طب بس اللي بيشتغل في المحليات، المفروض المحليات دي مدرسة صغيرة تخرج في النهاية نائب للبرلمان، ليه اللي بيشتغل في المحليات أو النائب في المحليات ليه مش تدرج الطبيعي بتاعه أنه يكون مرشح للانتخابات؟ هو عموما احنا ما عندناش محليات بقى لنا 5 سنوات في، يعني من قبل، لكن من قبل كانت في النهاية بقول لحضرتك الثقافة السياسية من التجربة الليبرالية وصلنا في النهاية في الفترة اللي هي من بداية التجربة الحزبية 74 لحد الآن الأحزاب كانت كرتونية، والحزب والدولة شيء واحد، وبالتالي كان حتى الأعضاء المحليات اللي موجودين في المحليات هم كانوا موظفين في الجهاز الإداري وأعضاء في الحزب، وبالتالي هم والدولة كيان واحد، وبالتالي احنا كنا بنخرج النخبة من 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 حتة واحدة أو من منطقة واحدة، وما فيش تنوع، والأحزاب التانية محاصرة وكانت عبارة عن أشكال ديكورية أو خداع بصري موجود، لكن هو ملوش واقع على الأرض، وبالتالي ما فيش حزب يبقى ما فيش برامج. البرامج في النهاية حتى الأحزاب لما طرحت برامج في الانتخابات ديك، يعني نرجع للسؤال تاني، البرامج كلها كانت متشابهة، ما فيش مضامين حقيقية داخل البرامج، ما بتعبرش عن مشاكل الناس على الأرض بصورة حقيقية. احنا عارفين ان المجتمع في الفترة الأخيرة حصل له عملية تسييس معبأ بمطالب ضخمة وكبيرة نتيجة عن حراك اجتماعي وسياسي ضخم. الحراك ده كان المفترض ان هو يتم ترجمته من الأحزاب ومن القوى السياسية في صورة برامج من أجل احتوائه ومن أجل ان احنا نحصل على الدعم بتاع المطالب دي، لكن ده ما تمش لأن عملية الانتخابات جرت بصورة مختلفة. الأحزاب اعتمدت على الشلاليات، واعتمدت على المعارف، واعتمدت على الفرد اللي عنده القدرة على التمويل، اعتمدت على وكأنها جماعة مصالح. الأحزاب بتطرح نفسها عايزة، يعني بتضغط على السلطة من أجل الحصول على مكاسب ضيقة، لكن هي ما بتطرحش طرح سياسي كبير لكل الوطن ولكل الناس. ده ينعكس إزاي على شكل البرلمان والأداء فيه؟ هينعكس سلبا بالتأكيد، لأن لما يعني إحنا لما الأحزاب استقطبت مجموعة من الأفراد، طبعا هم ربما يكون أغلبيتهم غير مؤهلين، وهم ما ترقوش في سلم العمل السياسي من أسفل إلى أعلى،
ولكنها نخب جاهزة، بالتالي هيكون مع كفاءتهم وقدرتهم على العمل السياسي وعلى ان هم يكونوا اكفاء في القدرة على التعبير عن مصالح المواطنين داخل البرلمان ستكون ضعيفة وتكون قليلة. وهنا في الحالة دي البرلمان هيكون فيه اشكالية صعبة، لان النائب حتى بيواجه اشكاليتين ومشكلتين كبار. المشكلة الأساسية في مواجهة الاستحقاقات الكبيرة اللي هي هتبقى موجودة داخل المجلس، واللي هي بتتطلب نائب على درجة عالية من الوعي السياسي والوعي القانوني والممارسة السياسية الواعية تخليه يقدر يتعامل مع هذه القضايا. يعني مجلس مطروح قدامه 400 قانون بعضهم محتاج لمراجعة لأنه بيمس مصالح الناس. مجلس قدامه استحقاق انه عايز يغير اللائحة اللي ربما تكون ضد مصالح بعض الأعضاء اللي موجودين في البرلمان ذاتهم. مجلس قدامه استحقاقات كبيره. في الناحيه الثانيه هو الناخبين حتى رغم انها شريحه صغيره اللي انتخبت اللي هي شاركت، لكن هي عندها مطالب منتظره من النواب ديك مصالح وخدمات ومنتظره منهم تغيير على الارض في دوائرهم الانتخابيه. طب الدوله عندها صعوبات كبيره في انها توفر موارد ماليه ضخمه عشان تقدر تدي اللي كانت بتديه للنائب ده في الفتره السابقه قبل 25 يناير، وبالتالي النائب في موقف صعب والبرلمان ذاته في موقف صعب. احنا بنتمنى ان احنا هو يتجاوز الإشكاليات دي وأن يحصل يعني تقارب ما بين الأحزاب اللي هي بتتشابه في الأفكار السياسية أو في البرامج اللي هي طرحتها، بحيث أن يبقى في تكتلات ويبقى في توازن يضفي حيوية على النظام السياسي. ما يكونش البرلمان زي ما هو طرح نفسه أنه هو بيقدم خدمات مجانية للسلطة وبيتنازل مسبقا عن حقوقه في التشريع وحقوقه في الرقابة وحقوقه في ممارسة السلطة، لأنه هو في النهاية البرلمان هو سلطة منفصلة عن السلطة التنفيذية، والمفروض أنه له دور كبير في النظام السياسي وله دور كبير في استعادة النظام السياسي لكفاءته وحيويته. إحنا عندنا مشكلة، مش عايزين نمشي بجناحين أو بجناح واحد، عايزين نمشي بالأجنحة الثلاثة، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وده كله يكون في النهاية لصالح مصر، لأن إحنا عارفين المنطقة بتمر بظروف صعبة ومصر بالأساس بتمر بظروف أصعب اقتصادية واجتماعية وسياسية. وفي النهاية احنا عايزين نحتوي المطالب اللي هي موجودة في الشارع، يعني حتى الناس اللي ما شاركتش ديك هي الناس دي عندها رسالة، هي ما شاركتش عشان ما يعني مش عشان كسلانة وما شاركتش عشان هي لا، يبدو انها عندها مطالب، والمطالب دي يجب ان احنا نشوف هي ايه ونبحثها من هنا وان احنا نحولها لمشاريع. الاحزاب اللي دخلت البرلمان ممكن تكون جابت كوادر جاهزة، ممكن تكون جابت برلمانيين سابقين او ليهم تاريخ عائلي في الوصول للبرلمان فهيجوا بدعمهم وهيجوا باصواتهم، ممكن ده يكون حصل. ولكن الواقع بيقول ان هذه الاحزاب دخلت البرلمان، وان نسبة الحزبيين داخل البرلمان لو ما كانتش مشابهة للمستقلين فقد تكون اكتر. وطبعا احنا مش هنقدر نقول ارقام الا لما تعلنها لجنة الانتخابات بعد الفرز النهائي. دلوقتي فرصة قدام هذه الاحزاب اللي معظمها يمكن احزاب وليدة واحزاب حديثة جدا، ان هي تثبت نفسها وان هي تبدأ تعمل وتبدأ تصل للشارع وتبدأ تمارس العمل السياسي من خلال البرلمان. ما هو المطلوب من هذه الأحزاب حتى لا تكون كما دائما كنا نقول أحزاب كرتونية فقط هي موالية للسلطة؟ هو في الحقيقة الأمر مرتبط جزء منه بالأحزاب، والأمر مرتبط بأن احنا كفاءة النظام السياسي ونوصل بالنظام السياسي كل سلطاته سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية. احنا عايزين العملية الانتخابية في حد ذاتها ممكن تكون مدخل لأنها تخلي الناس تشارك، ومدخل لإصلاح النظام السياسي، وممكن تكون مدخل لإصلاح الحياة الحزبية، وممكن تكون مدخل لأن احنا نغير الأوضاع أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، لأن العملية الانتخابية في النهاية هي بتأثير محاولة لتأثير المواطن على القرار السياسي. احنا عايزين فعلا نمكن المواطن وعايزين نفتح له القنوات وعايزين الأحزاب عشان يكون ليها دور في الحياة العامة انها تتخلى عن انتهازيتها وتتخلى عن سعيها للقرب من السلطة على حساب المصالح المواطنين وعلى حساب الانتشار الشعبي. يجب ان الأحزاب يعني احنا عندنا 50 حزب لما بنقول كلهم متشابهين في البرامج يبقى ما ينفعش. احنا ممكن عملنا ثورة في 25 يناير وحصل انتفاضة كبيرة جدا في 30 يونيو. ايه الحزب ازاي يصل للشارع وازاي يكون معبر عنه؟ دي عايزين تغيير في الثقافة السياسية سواء بالنسبة للنخبة اللي هي بتعمل في العمل السياسي. مش المفترض ان احنا نجيب نماذج حزبية من اعلى وتعتمد على رؤوس الاموال فقط، لا، احنا عايزين زي ما احنا عندنا راس مال محتاجين راس مال اجتماعي، محتاجين شعبيه، محتاجين انتشار. الكلام ده كله محتاج برامج محدده ومش محتاج عدد من الاحزاب الضخم الكبير ده كله. احنا ممكن يبقى عندنا يعني عدد من الاحزاب محدود 7 8، في النهايه هي تحصر
كل الاتجاهات السياسية، وبالتالي يبقى لها تأثير ولها وجود في الشارع. فاحنا عايزين تغيير في الثقافة وتغيير في آليات العمل وتغيير في النظام الانتخابي وتغيير في قانون تقسيم الدوائر. الدولة عليها دور، الأحزاب عليها دور، واحنا كنخبة وإعلاميين علينا دور بأنها تشجيع الناس على أنها تحدد اتجاهاتها السياسية وتحدد خياراتها السياسية وفق البرامج ووفق الأحزاب وليس وفق المصالح الشخصية والعلاقات الشخصية بالأفراد والمرشحين. أيضا دور المرأة في هذه الانتخابات، خصوصا أن برضو كان الملاحظات العينية بتقول أن أكثر من ذهبوا للانتخابات كانوا من السيدات من أعمار مختلفة. هو في الحقيقة نسبة مشاركة المرأة في المرتين بتتراوح حوالين 45%، أكثر قليلا أو أقل قليلا، يعني هي بتزاحم الرجل في الذهاب إلى صندوق الانتخاب. والحقيقة ظاهرة المشاركة كمشاركة المرأة كناخبة دي ظاهرة مرصودة من بعد 25 يناير. احنا بنقول ان حصل تغيير كبير جدا في ثقافة المجتمع، والمرأة اللي نزلت تشارك في الفعاليات الثورية المختلفة ونزلت في أكثر من، بالتأكيد هي راحت لصندوق الانتخاب عشان تشارك، ده استكمال لدورها السياسي اللي هي حددته لنفسها بناء على تغيرات كبيرة. والتغيرات دي مش وليدة 25 يناير، التغيرات دي بتعود إلى ما قبل ذلك. احنا عندنا تغيرات حصلت في المجتمع، المرأة ذهبت إلى التعليم وحصلت على فرص أكبر في التعليم، بدأت تنزل إلى سوق العمل وحازت مكانات مهمة، المرأة بقت فاعل في المجال العام، هي ولديها مناصب مهمة. إذن المرأة تحولت إلى فاعل رئيسي، واللي عنده حيازة وسائل القوة دي في النهاية بيبقى عنده طموح سياسي، وبالتالي احنا مع الوقت بنلاقي ان المرأة بتسعى إلى تفعيل دورها كمرشحة بعد كده. زي ما احنا شايفين في الانتخابات دي مثلا، احنا عندنا في المرحلة الأولى كان فاز 28 طبعا في القائمة، وده كان التمثيل وفقا للقائمة النسبية المطلقة، دي أرقام محددة، دي شبه يعني زي ما بنقول كوتا، دي كوتا، لكن هي في النهاية هتعكس ان في البرلمان 56 نائبة عن طريق القائمة موجودين، ده مقاعد حسمت، بالإضافة طبعا لفي 4 مقاعد في المرحلة الأولى كمان، ودول كانت فيهم بعض التغيرات النوعية. يعني بنلاقي في الجيزة كان نجح 3، وفي إدفو في الصعيد نجح امرأة، ودي كانت تعبير عن مجتمع تقليدي زي ان هو في النهايه بيطلع نائبه من مجتمع تقليدي في الصعيد. دي كانت برضو ظاهره مهمه. عندنا بقى في المرحله الثانيه حاجه كمان ظاهره اكتر في الشرقيه، اكتر محافظه بيعيد فيها سيدات، تقريبا 4-5 سيدات بيعيدوا في الشرقيه، وعندنا في القاهره 4 والاهليه 3 وفي القليوبيه في 2 والغربيه دمياط وبورسعيد 1، وده يعني ده بيقول ان في فاعليه وفي مشاركه اكبر. في المرحله الاولى كان في 100 مرشحه، في المرحله الثانيه كان في 150، وده برضو بيدي مؤشر ان المحافظات ذات الطابع الحضري او اللي فيها نسبه تعليم اعلى وفيها نسبه ثقافه اعلى بتقدم المراه وبتعطيها فرصه اكبر في الترشح، وانها تعرض نفسها للمجال العام دون خوف او دون وجل او دون اي اعتبارات اخرى. وده التمثيل ده نسبي ومهم، نسبة جيدة من السيدات في البرلمان، ده ضمانة لأن يبقى في نزاهة في العمل البرلماني أكثر. وهو وجود المرأة مهم في البرلمان أولا للدفاع عن حقوقها وللدفاع عن قضايا الوطن، وهي طبعا احنا ما فيش فرق ما بين الرجل والمرأة. ده أنا أقصد هنا أن دايما بيبقى الأقل فسادا بتبقى المرأة عن الرجل، يعني دائما يعني السيدات بيبقى في حرص أكثر على النزاهة على نظافة اليد أكثر من الرجال. أنا أعتقد أن معيار الكفاءة، أنا مش منحازة، أنا ما أقدرش أجزم الرجال، لو جزمت كده الرجال هتزعل مني أنا لكن في حاجة أن مشاركة المرأة مهمة، لكن هي في النهاية بتعتمد على الكفاءة. لو هي خلفيتها بتسمح لها انها تقدر تقوم بدورها البرلماني سواء فيما يتعلق بالتشريع او الرقابه او في تقديم الخدمات للجماهير وفي العمليه التنمويه بصفه عامه، ده هيكون شيء جيد، وده هيعلي من مرتبتها حتى على رجال كثيرين لا يستطيعون ممارسه هذا الدور. فهي في النهايه هتتوقف على مدى امكانياتها وقدراتها. وانا اعتقد ان اللي عرضوا نفسهم للترشح واللي حازوا مناصب هم اصلا عندهم خبره سياسيه كويسه وهم موجودين في المجال العام وهم فاعلين، ويبدو ان هو ما تمش اختيارهم بصوره المصادفه، للناخبين ادوهم لان في معرفه، يبقى هم نشطين، يبقى هم عندهم امكانيات ما احنا هنرصدها في البرلمان. ربما نشاهد يعني حاجات جيده جدا ونماذج جيده بتؤشر لمستقبل جيد لتمثيل المراه
لا سيما ان احنا في المراحل السابقه كان التمثيل ضعيف جدا، يعني احنا كنا بنتكلم في 1-2% تمثيل المراه في المراحل السابقه، وده كانت نسبه متدنيه جدا. احنا بنتكلم 3 يعني 4 نجحوا في على المقاعد الفرديه من في الجوله الاولى، وعندنا في 18 في الاعدم. وبس في اشكاليه ان الحزبيين او الاحزاب ما تعملش مثلا في برلمانيين بالتعيين، يعني ممكن الرئيس يعين هنا الفئات اللي يمكن حظت بمقاعد اقل ومن ضمنها المراه في حاله من التمييز الايجابي. يمكن نرجع تاني للحديث عن الصعيد ومدن المرحله الاولى ومحافظات المرحله الاولى اللي كان فيها محافظات الصعيد بشكل اكبر، وكان في ايضا نسبه زي ما حضرتك تفضلت الريف عن الحضر نسبه مشاركه اكتر. هل ده ايضا كان من ضمن عوامل التصويت؟ العامل الطائفي ده كان موجود، وكان موجود في اي مناطق وباي نسبه؟ لا ده بالعكس، احنا الانتخابات دي اختفى فيها التصويت على اساس ديني بصوره كبيره، بدليل ان احنا لقينا كان في المرحله الاولى كان عندنا في جوله الاعاده ما يقرب من 21 او 24 مقعد في كان في اعاده على الاقباط، وفي المرحله الثانيه احنا عندنا برضو بيعيد 21، وفي واحد عندنا في مدينه نصر الدكتور سمير غطاس نجح من المرحله الاولى وهو قبطي. فبالتالي انا اعتقد ان التصويت على اساس ديني يبدو متراجع بصوره كبيره في المرحله دي، وبالاضافه ان برضو الاقباط خدوا حق تمثيل في القائمه، ده اتاح لهم 24 مقعد على ما اعتقد، 24 مقعد ده هيبقى تمثيل جيد مقارنه بالفترات السابقه، لان كانت عندهم مشكله كبيره جدا في التمثيل، كان بيتم تمثيلهم من خلال التعيين في ايام من بدايه من عبد الناصر. حضرتك تفضلت ان كم مرشح نجح، كم نائب نجح من المرحله الاولى؟ في المرحله الاولى فاز 4 فعلى المقاعد الفرديه. 4 من الاقباط؟ 4 من الاقباط. من الاقباط، وفي المرحله الثانيه بيعي 18 ولا حضرتك قلت اي رقم؟ 21 في الاعاده. 21 في الاعاده. 10 حزبيين و11 مستقلين. نعم. في 2 اقباط بيتنافسوا في 5 دوائر في القاهره، 2 بيتنافسوا في ضمن الدوائر دي. نعم. ودي ظاهره جيده ان في الهيئه الناخبه في المناطق دي رغم في 3 دوائر منهم فيها اغلبيه بيسكنها او بيقطن فيها الاقباط، وده طبيعي ان يعيد فيها نسبه، لكن في دايرتين فعلا النسبه مش كبيره لكن بيعيدوا فيها 2 اقباط قدام بعض. أيوة. فدي ظاهره جيده وبتقول بتاكد برضو ان التصويت على اساس ديني ما اختفى من الانتخابات دي، والدليل لكن على في حاجه تدني شعبيه حزب النور وتدني الاصوات، عدد الاصوات اللي حصل عليها. بالتاكيد حزب النور طبعا له موقف يعني هو طويل، بيبدا خالص من بدايه ممارساته الانتخابيه بعد ما دخل العمليه السياسيه في 2011 2012 وتحول وان هو ان الدعوه السلفيه يبقى لها ذراع سياسي هو حزب، وده يعني ده برضو من ضمن المسالب اللي احنا بنتكلم عليها ان جماعات دينيه او جهويه يبقى لها حزب سياسي يعبر عن لا يعبر عن المجموع اكثر مما يعبر عن فكر الجماعه، ومواقفه اللي هو تغيرت بعد ذلك من بعد تحالفه مع الاخوان وانقلابه عليهم والتاثير اللي حصل من خروج النور من صف الاخوان الى صف الدوله، والتاثير ده اللي على القواعد بتاعته اللي هي شافت فيه ازدواجيه وحصل فيه اشكاليات كبيره اثرت على التصويت الاصوات بتاعته. واحنا برضو في النهايه لازم ده كله نحطه في ان في نسبه مشاركه منخفضه، وان نسبه المشاركه المنخفضه ان المؤشرات دي ما نقدرش ناخدها كمسلمات وكثوابت، ربما تتغير لو كان في نسبه مشاركه اعلى. يعني كل هذه الظواهر اللي اتكلمنا عليها واللي كانت مميزه للعمليه الانتخابيه هذه المره، هل كانت متوقعه؟ هل كان في شغل من مراكز الابحاث ومن مراكز الدراسات لدراسه ما يمكن ان يخرج او ينتج عن هذه الانتخابات؟ شكلها هيكون عامل ازاي؟ شكل المشاركه فيها هيكون عامل ازاي؟ ولا كانت مفاجاه بالنسبه لنا؟ في الحقيقه كان كل المتابعين كان عندهم تحفظات على العمليه الانتخابيه بتبدا من بدايه القواعد والاجراءات المنظمه للعمليه الانتخابيه، كان في تحفظات على قانون تقسيم الدوائر او والنظام الانتخابي، وكان كله بيدرك ان النظام الانتخابي دوت هيؤثر على العمليه الانتخابيه بصوره كبيره وهيرجعها لنمط التصويت ونمط العمليات الانتخابيه ما قبل 25 يناير، وهو ده اللي حصل، لان حتى مراكز الابحاث الغربيه اللي بره كانت بتركز جدا على فكره نسبه المشاركه هتبقى عامله ازاي، مش نسبة المشاركة بصفة عامة بس، ونسبة المشاركة ما بين الريف والحضر اللي احنا اتكلمنا عليها، ولان هي ديك اللي هتقول احنا رايحين فين.
25 يناير وما بعدها من كل تفاعلات حتى الآن كلها كانت بتعبر عن مشروع حداثي للمجتمع في الأساس بتحمله المدينة. لما تتراجع المدينة عن التصويت يبقى في تراجع في المشروع الحداثي لصالح مشروع تقليدي اللي هو علاقة الدولة بالنخبة القديمة وإعادة إنتاج نموذج انتخابي وسياسي يعتمد على النخب التقليدية من الأعيان في الأرياف ويستبعد ويغلق المجال أمام النخب الحدثية في المدينة. المدينة ده مش انتقاص من الريف ولا مدح في المدينة، ولكن هو المدينة صاحبة مشروع حداثي مشاركتها أكبر. احنا في النهاية أي نظام سياسي بيسعى أنه يوصل لدرجة يعني مش هنقول الكمال، لكن يصل لدرجة من الفعالية والحيوية والقوة من أجل تنفيذ مطالب المجتمع. وده عشان نوصل لحاجة زي كده في مراحل بنمر بيها. المراحل دي هي مرتبطة بتأسيس السلطات الأساسية في النظام السياسي، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية. السلطة التشريعية اللي احنا بصددها الوقتي المفترض انها كانت تحمل مشاريع التغيير المطروحة على الساحة بقالنا 5 سنين في مشروع تغيير مؤجلة، يعني مؤجلة من 5 سنين مشروع تغيير. هل النخبة اللي احنا طلعناها دي، النخبة البرلمانية اللي موجودة دي بالوجوه اللي احنا شايفينها دي، هل هتقدر تحمل المشروع الحداثي البرلماني الجاي؟ توقعاتك ايه؟ توقعاتي ان ده هيتوقف على انها تتخلى عن مصالحها الشخصية وانها تعلي من مصلحة الوطن، وان هي تحاول ان تتلمس طريق الصواب، وانها تنظر في طبعا القانون الانتخابي اللي احنا موجودين فيه والنظام الانتخابي ما هو مرشح للمراجعة من البرلمان، هو آخر سيعمل به هذه الانتخابات ويلغى. طبعا احنا في حاجة إلى سلوك مسلك جديد ربما يطبق في الانتخابات المحليات حتى نتيح الفرصة لتجنيد الشباب والأجيال الجديدة للدخول إلى مجال العمل السياسي، يكون عندنا نخب وكوادر حقيقية ونبقاش بس مجرد أن احنا بنخلق مجموعة من التابعين والموالين اللي في النهاية يوافقوا على كل ما نطرحه، وفي النهاية النظام يتن على تيبسه وما يقدرش يقدر يبقى عنده حيوية. واحنا نقصد بنظام السياسي هو النظام السياسي كله، كل مؤسساته حتى المؤسسات الوسيطة والصغيرة ومؤسسات المجتمع المدني يعني محتاجين مراجعات كبيرة لكل الأطراف الفاعلة في المجتمع من أجل أن نصل إلى ما نبتغيه. شكرا جزيلا أستاذ محمود أبو القاسم الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية. نورت. شكرا جزيلا لحضرتك.